24 بودكاست. سفينة نوح في الموسم الثالث مع إيمان السباعي. في أثناء عاصفة عنيفة انقلبت سفينة في البحر، وسقط القرد الذي كان من بين راكبيها في الماء. وعندما رآه الدولفين جاء لإنقاذه، ركب القرد على ظهره. وقبل أن يصل إلى شاطئ أثينا سأله الدولفين: هل أنت من أثينا؟ فأجاب القرد: طبعا، أنا من أكبر عائلات أثينا. فابتسم الدولفين وسأله: إذن أنت تعرف بيراسوس؟ أكد القرد أنه يعرفه وأنه أقرب أصدقائه. فغضب الدولفين من كذبة القرد وتركه وحيدا يواجه مصيره. بيراسوس أحد مواني أثينا، والدولفين من أذكى الكائنات يا أصدقائي. والقرد رغم ذكائه لن يستطيع أبدا خداعه. في بودكاست سفينة نوح من 24 سنبحر مع صديق الأطفال والبحارة الدولفين، لاعب سيرك البحار، رفيق الإنسان ومنقذه من غضب المحيط، في صحبتكم من تحت الماء. إيمان السباعي. كما رأينا في حكاية إيسوب عن القرد والدولفين، إنقاذ المهددين بالغرق مهمة الدلافين. في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات يقول الإمام القزويني: الدولفين حيوان مبارك، إذا رآه أصحاب المراكب استبشروا، وإذا رأى غريقا ساقه نحو الساحل. لولا معرفتنا ورؤيتنا للدلافين لظننا أنها أساطير صنعها الخيال. لذا فوجود الدولفين في الأساطير يبدو طبيعيا، ومنها أسطورة إنقاذه للإله أبولون وابنه من الغرق، ومن اسمه اشتق اسم مدينة دلفي الإغريقية، وهناك شيد معبد تخليدا لتلك الحادثة. الإغريق اعتبروا الدولفين رمزا للإله أبولون الذي يحمي البحارة والمسافرين بحرا، والدولفين عموما رمز الملاحة الآمنة لدى شعوب البحر المتوسط. في المعتقدات القديمة لم يحمي الدولفين الأحياء فقط، بل كان رفيق أرواح الموتى. في المغرب كانت الدلافين تصحب الأرواح في عبور المحيط إلى الفردوس، ونجد كثيرا من التوابيت نقشت عليها صورا للدلافين، بل كان يعتقد أن أرواح الذين ماتوا غرقا تتجسد في صورة دلافين. لذا فالدولفين كان تميمة حامية صورته على أبواب البيوت. لا تقتصر مهمة الدولفين على إنقاذ الغرقى، فالصيادون اعتقدوا أن الدلافين تساعدهم في الصيد، وهناك شهود عيان يؤكدون ذلك. فالدولفين يطلق نداء أو صفيرا عندما يقترب قارب الصيد من أماكن وجود الأسماك. طرد الدولفين الأسماك بالفعل حتى وصلت إلى القارب، ونجح الصيادون في إيقاعها بشباكهم. الدولفين إذن ملاك البحر الحارس، ولا يوجد دلافين أشرار. فما حكاية الدولفين القاتل؟ استعدوا للمفاجأة يا أصدقائي، إن الدلافين كلها حيتان، ولو أن الحيتان ليست كلها دلافين. كان أرسطو أول من صنف الحيتان والدلافين وخنازير البحر في رتبة الحيتانات. الدلافين حيوانات ثديية انتقلت من اليابسة إلى الحياة في الماء. اشتق الدولفين من الكلمة اليونانية دلفوس التي تعني الرحم، دولفين معناها سمكة ذات رحم، فهي تلد صغارا بعد حوالي 16 شهرا وترضعهم الحليب. تعيش الدلافين في البحار والمحيطات والأنهار، ويوجد 42 نوعا من الدلافين تتوزع على أجناس فرعية. تخيلوا أن حوت الأوركا القاتل الذي يقتل أي حيوان يصادفه حتى الحيتان هو أكبر دلافين المحيط الأطلسي، فهو حوت ودولفين في الوقت نفسه. الموضوع محير فعلا، لكن يبقى للدلافين سمات تشريحية وسلوكية تميزها. مثلا
تمتلك الحيتان فتحتين للنفخ في الجزء العلوي من رأسها للزفير. هل تذكرون نافورة الحوت التي حكيت لكم عنها في سفينة نوح؟ أما الدلافين فلديها فتحة جانبية واحدة. الدلافين عموماً يا أصدقائي أصغر حجماً بكثير من الحيتان التي تضم الحوت الأزرق أكبر كائن على الأرض. أما الدلافين فمنها دلفين الأنهار، وهم خمسة أنواع أصغر حجماً من دلافين المحيط. أحب أنواعي إلي الدلفين بوتو، دلفين نهر الأمازون الوردي الذي يصبح لونه وردياً أكثر مع التقدم في العمر، وله تحدب يشبه سنام الجمل بدلاً من الزعنفة الظهرية. يوجد بوتو كثيراً في أساطير أمريكا الجنوبية التي تحكي عن مواهب بوتو الموسيقية، فصفيره ألحان رائعة. تقول الأسطورة إنه يستطيع التحول إلى صورة بشرية. تميز هذا الدولفين الغريب بأنف أطول 4 مرات عن أنف دلافين المحيط. وعلى عكس طبيعة الدلافين يفضل بوتو البقاء بمفرده بعض الوقت، أو يعيش في مجموعات صغيرة لا تتجاوز 4 دلافين. أهم اختلاف بين الدلافين والحيتان هو السلوك. الحيتان كائنات منعزلة تقضي معظم وقتها في السباحة منفردة أو في مجموعات صغيرة، ومعروفون بهجراتهم الطويلة لآلاف الأميال عبر المحيط. أما الدلافين فكائنات اجتماعية تتحرك في مجموعات كبيرة، وهذا سر قوتها التي تمكنها من مهاجمة ألد أعدائها وهو سمك القرش الأبيض. حب المرح واللعب سمة أساسية في الدلافين التي تقدم عروضاً مجانية من قلب البحار. حتى طريقتها في الصيد تعتمد أيضاً على اللعب، فللدلافين طرق غريبة يا أصدقائي في صيد فرائسها من الأسماك، مثل طريقة كرة الطعم. تسبح الدلافين معاً نحو السمكة وتشكل حولها دائرة، ثم تضيق الدائرة وتبدأ بالهجوم. لعبة صيد عنيفة أخرى وهي طريقة ركل السمك، وهي ماتش تنس دولفيني يا أصدقائي، فتستخدم ذيولها مثل مضرب التنس وتضرب الفريسة وترفعها عاليا، وبمجرد أن تسقط في الماء تبتلعها كاملة. أما ما يثبت أن الدلافين ليست دائما طيبة فهي الطريقة التي تقتل بها خنازير البحر، فتستخدم مناقيرها لتحطيم أسنان خنزير البحر وتهاجمه حتى تقتله لمجرد التسلية. نادراً ما تهاجم الدلافين البشر، فهي ودودة وصديقة وفية لدرجة أنها تساهم في علاج الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسمية أو ذهنية فيما يعرف بالعلاج بالدلافين. وتوجد تجربة على 400 طفل من كوبا وكانت النتائج مذهلة. أحد الأطفال كان يعاني من صعوبات في المشي، وبفضل ألعاب الدلافين ومحبتهم أصبح يجري ويقفز ويلعب على اليابسة وفي الماء. أكثر من 15 فيلما روائيا ووثائقيا كان الدولفين بطلها. أحد تلك الأفلام دولفين ريف أنتجته ديزني، ولأنها تحب الدلافين كانت النجمة ناتالي بورتمان راوية حكاية الدولفين إيكو الذي يريد الاستقلال عن عائلته فيتعرض للكثير من الأخطار. أما الدور الذي لا ينسى لناتالي بورتمان فهو دورها في فيلم البجعة السوداء بلاك سوان. هل شاهدتم الفيلم؟ انتظروني في الحلقة القادمة، سأكون في رفقة عائلة البجعة.